بأطول فترة ممكنة في هذه الليلة. يكون كريم معنا، يترك ميسي لأطول فترة ممكنة في هذه الليلة في هذه المباراة. أنا على المستوى الشخصي اشتقت لأن أعلق على هذه النوعية من المباريات، اشتقت أن أعلم في مباراة بينها أو في وفيها يتواجد النجم الكبير ليونيل ميسي. هذه اللقطة اللي كانت من جانب آرثر، خطأ بعد تغطية من جانب باريدس، ميليتاو ذهب أدراج الرياح، ميسي الضربة لكن التألق الكبير، الحارس الرائع إليسون، إليسون حارس مرمى ليفربول، تألق كبير جدا في صد